السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في الدرس الثاني الخاص ببرنامج المراجعة درافت ووركس. في الدرس الثاني راح نتكلم على بعض الخانات والخصائص الموجودة في ضبط العميل، وأيضا راح نتكلم على برامج المراجعة. أولا ضبط العميل، هنشوف احنا بعض الخانات الموجودة في ضبط العميل. أولا ضبط العميل، هذه احنا الخانة، أول خانة تم شرحها مسبقا في الدرس السابق، عبارة عن البيانات الأساسية الخاصة بالمنشأة، الفحص يعني الفحص الإلكتروني، والفحص الخاص بالمدير أو الشريك. طبعا في حال وجود أي أخطاء في عملية المراجعة تظهر في الفحص الإلكتروني. ضبط فريق المراجعة، من خلال هذه الخانة يتم تحديد أعضاء فريق المراجعة كما نلاحظ الآن. مجرد أن نقر على إضافة عضو جديد، كتابة الاسم والوظيفة ثم انتر، تم إنشاء أول شخص في فريق المراجعة. عند إضافة شخص آخر يتم نقر اسم الشخص والوظيفة، بهذه الطريقة يتم إنشاء أعضاء فريق المراجعة. النقطة التالية العلامات، بعض العلامات الخاصة الموجودة على برنامج درافت ووركس مع توضيح وشرح لمعنى العلامة. عند إضافة علامة جديدة، مجرد النقر على إضافة ثم تحديد شرح للعلامة الجديدة. الخانة التالية عبارة عن التفويض كما شرحناها في الدرس السابق، وعبارة عن إعطاء جزء من مهمة المراجعة لأحد أعضاء فريق المراجعة للعمل عليها. ملاحظات العميل، في ملاحظات العميل احنا بنشوف بعد قليل كيفية عمل الملاحظة وكيف حتظهر الملاحظة هذه في خانة ملاحظات العميل. ملخص العميل كما موضح أمامنا، هي عبارة عن ملخص كافة العمليات التي تم العمل عليها في عملية المراجعة. النقطة الثانية لبرامج المراجعة، طبعا من خلال برامج المراجعة إحنا نتعرف على استراتيجية المراجعة والأهمية النسبية. طبعا نشوف أول خانة اللي بتظهر عندنا Work Papers Control، عبارة عن أوراق العمل الخاصة بعملية المراجعة. هنشوف بعد شوية كيف إنشاء ورقة عمل وإضافتها لأي خانة من الخانات الموجودة عندنا. الخانة الثانية الموجودة عندنا Audit Checklist، عملية استبيان لتأكد من مدى التزام بعملية المراجعة أو التخطيط. مجرد النقر على استبيان إكمال عملية المراجعة، نشوف بعض الأسئلة والتأكد من التحقق هل تم إنجازها أم لا. مجرد النقر على نعم أو لا. نرجع للقائمة. Audit completion، إنجاز واكتمال عملية المراجعة، التأكد من إنجاز عملية المراجعة أو تسجيل أي تحريفات ظهرت على القوائم المالية. مجرد النقر على أول خاصية، أثر التحريفات على القوائم المالية. عند وجود تحريفات جديدة مكتشفة أو محتملة يتم تسجيلها في الخانة هذه. وصف التحريف، كتابة التحريف الذي تم التوصل إليه، مثلا نقول زيادة المبيعات. نوع التحريف هذا هو مكتشف أم محتمل؟ مكتشف. المرجع، يتم الإشارة إلى المرجع المتواجد في هذا التحريف من خلال Hyperlinks. يتم تحديد أي مكان وجود التحريف. تحديد رقم الحساب إذا وجد. تأثير التحريف إما على الأصول أو الخصوم أو حقوق الملكية.
مثلا التعريف هذه زيادة المبيعات أثرت بزيادة حجم الوصول، طبعا التأثير بيكون مدين ودائم، بيزيد الأصول وبيقل الخصوم عن طريق الماينس بنفس القيمة. تم تحديد أول تحريف، إذا أي عملية تحريف موجودة أثناء عملية المراجعة تم تسجيلها في هذه الخانة. بالعودة إلى أخرى إلى برامج المراجعة، البلانينج التخطيط اللي تحتوي على استراتيجية المراجعة. من خلال استراتيجية المراجعة يتم وضع الخطط من قبل المراجع بهدف إنجاز عملية المراجعة خلال فترة محددة. أيضا من خلال هذه الخاصية يتم تقسيم العمل بين فريق المراجعة. تفتح لك شاشة استراتيجية المراجعة، طبعا فيها المهام والخطط التي تبنى عليها مهمة المراجعة، موجودة جاهزة بالشكل التالي. عند إضافة ملاحظة معينة أو تحديد مهمة معينة لأحد أعضاء فريق المراجعة، يتم النقر على أي خانة مراد عمل ملاحظة عليها، ثم الذهاب إلى إضافة ملاحظة، تحديد نوع الملاحظة، هي عبارة عن ملاحظة محددة مسبقا، لمن هذه الملاحظة، إما لبشير أو محمد أعضاء فريق المراجعة تم تحديدهم مسبقا، ثم أوكي. عند الذهاب إلى ضبط العميل، الملاحظة بتكون موجودة في خانة ملاحظات العميل. طبعا عضو فريق المراجعة عند وجود أي ملاحظة جديدة، مجرد الذهاب إلى ملاحظات العميل حتظهر الملاحظات المنشأة مسبقا، وآخر ملاحظة تم إعدادها الآن اللي تحكم من فواتير المبيعات للشخص محمد المراجع محمد. الملاحظة موجهة له، يجب عليه تعديل ما تم تسجيله. الرجوع مرة أخرى إلى استراتيجية المراجعة، عند كتابة ملاحظة أخرى متعلقة بالريسك، طبعا يتم تحديدها من إضافة ملاحظة، تحديد خانة الريسك، هذه بتعكس أثر، بتعكس الملاحظة في حساب معين، مثل ما نقول هنا أيضا بتحقق. فواتير المشتريات، انت فين تبغى تعكس الملاحظه هذه؟ يتم تحديد الحساب المرتبط بالملاحظه، account receivables مثلا، ثم اوكي. تذهب الى برامج المراجعه، سجل المخاطر، تشوف الملاحظة التي تم إنشائها الآن، إما الذهاب إلى برامج المراجعة سجل المخاطر أو ضبط العميل ملاحظات العميل. هتلاحظ آخر ملاحظة تم إنشائها، التحقق من فواتير المشتريات، أي المكان وجود الخطأ أو المخاطرة كما هو واضح الآن. ايضا من خانه استراتيجيه المراجعه يتم انشاء ورقه عمل جديده بالنقر على create working paper، النقر عليها ثم كتابه اسم لورقه العمل الجديده مع تحديد الرقم، مثلا الرقم 107، اسم ورقه العمل، فواتير المبيعات، أين تريد أن تحفظ ورقة العمل، إما في برامج المراجعة والمستندات، يتم حفظها مثلا في برامج المراجعة، ثم النقر على Create Working Paper. الآن عند الذهاب إلى برامج المراجعة
جاري تحميل أو جاري إعداد لورقة العمل، تم إعداد ورقة العمل. عند الذهاب أين أين هي موجودة ورقة العمل الجديدة هذه؟ عند الذهاب إلى برامج المراجعة، طبعاً إحنا حددنا الرقم 107، يعني تكون ما بين 100 الرقم 100 إلى ورقم 199، طبعاً حتكون متواجدين إلى فواتير المبيعات. وبهذه الطريقة البسيطة تم إنشاء ورقة عمل جديدة. عند العودة مرة أخرى إلى برامج المراجعة، النقطة التالية إلى الأهمية النسبية، عند تحديد الأهمية النسبية من خانة الرزق تم نقر على الأهمية النسبية. كما موضح الآن تحديد الأهمية النسبية للبدء بعملية المراجعة، المعلومات الأساسية يتم تعبئتها في عرف إن وجدت. كيفية تحديد الأهمية النسبية، نلاحظ الخانة رقم 3 حدد العوامل الكمية للأهمية النسبية. كما نلاحظ أول خانة موجودة الإيرادات، يتم تحديد قيمة الإيرادات الموجودة في السنة الحالية، نقول مثلا 150,000 والسنة السابقة ب 100,000، السنة السابقة الثانية مثلا 50,000. إجمالي الأصول يتم تحديد أيضا إجمالي الأصول، والسنة السابقة الثانية. يتم تعبئة جميع الخانات فيما في الخانة المخصصة لها. طيب الآن عمل الأهمية النسبية في جانب الإيرادات. النسبة، تحديد النسبة المعي 1%، نقول مثلا 5%، ثم النقر الخانة نقر صح على هذه الخانة الفارغة. يتم تحديد الأهمية النسبية، حددها هنا مباشرة 750. عملية حسابية يتم إعدادها من قبل برنامج درافت ووركس، تحديد الأهمية النسبية بكل سهولة. أيضا إجمالي الوصول نقول مثلا 5%، النقر على صح، تم تحديد الأهمية النسبية ب 384. إجمالي الأهمية النسبية، واللي هي النقطة المهمة جدا اللي تهمنا، كما نلاحظ أن إجمالي الأهمية النسبية 908 ريال. هذه الأهمية النسبية تم إعدادها من شاب بطريقة بسيطة جدا. العودة مرة أخرى إلى برامج المراجعة، الخانة التالية إلى Test of Controls، عبارة عن اختبار نظام الرقابة الداخلية المعمول بها لدى المنشأة. نظام الرقابة الداخلية الخاصة بالمبيعات أو بالمشتريات أو الرواتب، مجرد الدخول على أي خانة وعمل اختبار لمدى التزام المنشأة بعملها وأدائها فيما يخص الرقابة الداخلية. هذا فيما لدينا اليوم، تابعونا في فيديوهات لاحقة.